بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم مبادئ البرمجة اللغوية العصبية أن الإنسان عندما يمارس فن القيادة والتحكم فإن هذه التقنية تقوده إلى النجاح بشكل أسرع وبشكل مضمون. لذلك دعونا نتأمل هذه الحقائق العلمية في مجال علم النفس. لقد وضع علماء النفس مبدأ فن الإدارة الفعالة، ويقولون إن من أهم مبادئ البرمجة اللغوية العصبية أن تتحكم بالظروف من حولك، وإن لم تفعل ذلك فإن هذه الظروف ستتحكم بك وتسبب لك الإحباط. ولذلك ينصحون بضرورة أن تتحكم بعواطفك وأفكارك وتبحث عن الظروف المناسبة لنجاحك، ولا تنتظر المصادفة لأنها قد لا تأتي إلا متأخرة جدا. أي أنهم يؤكدون على ضرورة العمل والمثابرة. الله تبارك وتعالى أكد على أهمية العمل، والعمل في القرآن لا يعني الصلاة والصيام والعبادات، لا، أي عمل صالح سوف تراه أمامك يوم القيامة. قال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. سبحان الله. لذلك هذا العمل الذي تصنعه بالدنيا يجب أن تتصور في أي عمل تصنعه أنه سيعرض أمام الله وأمام المؤمنين وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، أمام الخلائق، فانظر ماذا تقدم، والحمد لله رب العالمين.